من الناس اللي ارتحت مع الشيفينج جدا جدا، وحللي مشاكل كتير جدا، منها الحبوب اللي تحت الجلد، منها الاسمرار، منها الالم اصلا بتاع ازالة الشعر. وعشان كده انا ما ببطلش الشيفينج ابدا، ودايما بجرب كل الشيفرز او كل ماكينات الحلاقة لحد ما توصلت ان دي افضل حاجة انا استخدمتها للشيفينج. دي الشيفر بتاعت انتويشن، انا شفت لها ريفيوز كتيرة جدا جدا جدا، وكان نفسي اجربها بس ما كنتش بلاقيها، واول ما لقيتها ما ترددتش ان انا اجيبها واجربها. كلمة خطيرة قليلة عليها، اولا هي بجد تحسي انها كده حاجة فخمة. يجي معاها الغطا ده، وهي بيبقى حواليها جل، الجل ده من الصبار اورجانيك علشان ما يزيش البي اتش بتاع الجسم عامة، وبجد بتحلق فيري سموذلي وبتسيب الجلد ناعم جدا جدا. وهي فيها اكتر من شفرة، فيها اباوت 4 بليدز، فبتشيل الشعر من اول سوايب او تاني سوايب بالكتير قوي. بجد حبيتها جدا جدا جدا. واحلى حاجه كمان انها بتقعد وقت كتير، يعني انا بستخدمها بقالي كتير جدا وقاعده معايا لحد دلوقتي، بجد خطيره. انصحك ان انت تجربيها، ويعني مش هتخيب ظنك، بجد خطيره وتجنن وتستاهل كل جنيه حرفيا.